تدابير جديدة تهدف لتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، أبرز ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه وزير المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. الوزير أكد على تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ستواصل السلطات العمومية من خلال مشروع هذا القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم والتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، توزيع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بالتعزيز ضمان تزويد بالمياه الصالحة للشرب، وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال والترقية التحول الطاقوي والرقمنة مصالح الدولة والدعم الاقتصاد الوطني. مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي أقر ميزانية تعد الأضخم في تاريخ الجزائر جاء خال من أي ضرائب جديدة، كما ترمي تدابيره إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة ودعم القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى حماية المؤسسات الاقتصادية. رصدت الدولة الجزائرية مبلغ كبير لهذه الميزانية في سنة 2025 اللي هو المبلغ الأكبر منذ الاستقلال اليوم. الشيء الإيجابي واللي عرفناه أن حافظنا أول ما كاش إضافة في الضرائب أو زيادة في الضرائب، يعني حافظت على استقرارها. في الجانب الاجتماعي باعتبار أن الدولة الجزائرية هي دولة ذات طابع اجتماعي، يعني هناك تخصيصات لهذا الجانب سواء متعلقة ببعض المنح أو متعلقة ببعض الزيادات أو متعلقة حتى تخفيض الضرائب. مشروع يتماشى مع ما جاء من جديد في قانون الاستثمار الذي صدقنا عليه العام الماضي، خاصة وأنه يشجع ما يسمى بالاستثمارات وإنشاء المؤسسات الصغيرة، إنشاء المؤسسات الاقتصادية المتوسطة، يشجع كذلك أصحاب المهن أصحاب الحرف. مشروع قانون المالية لسنة 2025 وبالرغم من تأثيرات السياق العالمي إلا أنه يعكس عزم الدولة الجزائرية على مواصلة تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار بهدف تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.